يعني هذه المحكمة على أثر اعتقالنا في 21/8 على اتهام نيتنا المشاركة في مسيرة لتنديد مقتل الناشط نزار بنات. بالنسبة للمحكمة تأجيل هذه الجلسة، تم تأجيلها 20/9. الشهود بالعادة ما بيحضروا، فعشان هيك تم تأجيل الجلسات. يعني كتير أمور معطلها، مبهدلني، محسسني بالظلم، وهذا أكثر شيء شنع في الموضوع. إنه أنا مربية أجيال، خرجت حوالي 27 دفعة من الطلبة وبهدل بهذه الطريقة، لأني مؤمنة بالإشي اللي بعلمه لطلابي، بس مؤمنة إنه قتل النفس حرام. اليوم في عنا مجموعة تقريبا من 9 حراكيين ونشطاء بيخضعوا للمحاكمة. التهمة كالعادة تجمع غير مشروع. هذه التهمة اللي دائما بيسحبوها من الدرج، يعني من الدرج المكتب. احنا اليوم يعني بنتأمل انه القضاء يكون محايد، بنتأمل انه القاضي يلتزم بالدستور والقانون. ادعاء الشرطة بطلب الحصول على إذن هو غير صحيح قانونيا ودستوريا، لأن القانون يقول بشكل واضح بأن يمكن أن يرسل إشعار إبلاغ، وليس على الشرطة أن توافق أو لا. بالتأكيد لو كان القاضي أيضا مستعدا وعادلا وإلى آخره لكان اتخذ القرار منذ الجلسة الأولى أو الثانية.